بعمل ايه بقى؟ بسيبه بقى يهدى معايا، وبعدين بعد ما يتسلق قلت لكم بياخد تقريبا في حدود 3 ساعات، ده 2 كيلو ونص طبعا على حسب ايه الحجم، برضو لو كان اصغر كان هياخد وقت اكتر. طبعا الراجل بيدهولنا كده بلغلوغه مش يقول لك ايه لسانك من قطع لك لسانك من لغلوغه، هو الراجل بيدهولنا كده باللغلوغ، واللغلوغ ده بقى كمان بيبقى مقرقش بقى. وعايزه اقول لكم في ناس بتحب اللغلوغ اكتر من حته اللحمه بتاعه اللسان، يعني اذواق بقى. بصوا بقطعه على طول اهو، ما بهلكش طبعا ايه اللحمه معايا. هعمله بقى بوصفات حلوه جدا، تعالوا نقطع كده ونعمل اول وصفه. بصوا بقى، بصوا الله الله، بصوا بقى هي دي التسويه اللي انا بحكي لكم عليها. بصوا عامل ازاي لونه من جوه روز ازاي، ليه بقى؟ علشان الصدمه اللي احنا عملناها رقم واحد. تاني حاجه يا جماعه، علشان طريقه السلق لما هو غلي والميه غليت رحت عامله ايه، مهديه النار عليه، مهم جدا اهدي النار عليه يستوي يديني اللون الخطير ده. شايفين اللون الروز الحلو قوي ده؟ هو ده بقى حلاوته. احلى لحمه تاكلوها يا جماعه اللي هي الله الله، انا مستمتعه بلون اللحمه. بصوا عامل ازاي، عشان دي طريقه تسويه مظبوطه جدا اهي. طيب اول وصفه معايا، يلا بينا بقى ننزلها، هتبقى اسهل وصفه. هي بقى بالثوم والخل. انتوا عارفين الحاجات دي لما بتحط لها شويه ثوم وخل بتكون تحفه. مقاديرنا ايه؟ يلا بينا، ثوم وخل وكمان زبده وملح وفلفل اسود ورشه جوزة الطيب. انا طبعا هقطع واشيل ايه تاني، نقول المقادير تاني. يلا بينا، ثوم مفروم وعندي هنا زبده وعندي كمان شطة وعندي بقدونس وجوزة الطيب وخل وكمان عندي ملح وفلفل اسود اساسي في اي وصفة. اهو بشيل الايه الجلد او القشرة بتاعته. طيب تعالوا بقى تعالوا بقى، بصوا بقى، بصوا دايبة، بصوا 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 دايبة وهي فيها ايه، بصوا 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 عاملة ازاي. بص 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 يا استاذ يوحنا، قولي ليك ليك في الاكلة دي ولا ايه النظام؟ انا جعان، انا عمال اشوفه وجعان عايز اكل. والله بتحبه؟ بتحب الاكلات دي؟ اه طبعا. قولي بقى بتعملها ازاي؟ انا عارفة ان حضرتك اللي بتطبخ، احكي لي. هو اولا كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. قولي هتعمل اكل ايه بكرة؟ بكرة؟ بكرة انا معزوم. الله. حمام محشي بقى وحاجات. الله الله الله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، ربنا يخليكي، ميرسي جدا. قولي بقى بتعمل ازاي ال ال بصي انا اللسان انا بعمله زي ما حضرتك بتعمليه كده، بسلقه. بس بعد كده بقطعه شرايح يمكن ارفع شويه من التقطيع بتاعت حضرتك. وفي حته زبده كده. ايوه. على النار كده احمره، مش احمره بتحميره جنب يعني، تشويحه بملح وفلفل. ايوه. بس مش بس اكتر كده. من كده. طيب انا بقى هعمل لك 3 وصفات، التلاتة تجربهم وترجع تقولي رأيك فيهم. ده أكيد. طالما بقى حضرتك كيف لسان كده. اه لا أنا الأكلات دي لسان، ممبار، لحمة راس، كوارع، كل الحاجات دي فينا، ده أكلنا المصري بتاعنا. جدا جدا، ما أنا ده بقول ده أهم ما يميزنا. طبعا، عايزة أقول لك إن فعلا الأكلات دي هتحبها جدا جدا يا ما تحبهاش. يعني لا أنا بحب الحاجات دي يعني، أنا عشان كده ما قلت ما ينفعش حلقة لسان وما تكلمتيش. والله حضرتك نورتنا يا أستاذ يوحنا. ربنا يخليكي وكل سنة وحضرتك طيبة وحبيت أعيد عليكي. كل خير، ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. طيب يلا بقى نبدأ أول حاجة معانا، التوم بالخل والزبدة. بصوا بقى حتة زبدة حلوة كده عندي هنا زي ما أستاذ يوحنا قال أهي. اتوصوا معلش اتوصوا خلاص. عندي هنا الطاسه سخنه الاول، عندي الطاسه سخنه وبعدين اروح واخده بقى
حتت اللسان بتاعتي. واو اروح منزلها كده. بصوا بقى شايفين؟ الله، وننوع في كل حته، ننوع من الحتت كلها، في كل وصفه ننوع من الوصفات، من يعني من كل حته في اللسان، اللغلوغ مع الحته اللي في النص مع الحته اللي في الاخر. ماشي، واقلبها تاخد من طعم الزبده، مهم جدا. بصوا بتتحمر ازاي، بس بتتحمر من غير ما ادوس عليها، من غير ما انشفها، تاخد لون من كرمله ايه؟ الزبده. الله، وكمان اروح بقى ارش عليها رشه الملح والفلفل الاسود، وانزل بقى الثوم بتاعي. ماشي، وشطه دي يا جماعه اختياري، بتبقى رهيبه في الاكلات دي. وطبعا نطش بشويه ليمون وشويه خل اهو، وطبعا رشه بسيطه كده جوزه الطيب. بصوا بقى اروح مقلبه. الله، الحلويات دي كده. ماشي، ريحه هنا بقى ايه الاخبار، ريحه ايه الاخبار عندك فوق عندي كده، فعلا بتبقى رهيبه بعد ما اديت لها تشويحه حلوه اهي. بصوا بقى عندي الشوربه، صح؟ عايزه احط حته كمان. عندي الشوربه، هروح ايه حاطه منها حته برضو اهي، حته كده حلوه، حبه من الشوربه. ليه بقى واسيبهم يبقبقوا مع بعضهم؟ ادي الشوربه وادي اللي سلقها اهي. بصوا بقى الشوربه بتاعتي، خدوا كبشه كده حلوه يا جماعه من الشوربه دي اهي، وانزلوا بيها. الله 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 على الروايح. ماشي، بس كده، دي عندي اول واحده جهزت. طيب والتانيه